كل حاجة تهون، كل حاجة تهون إلا بلدكم أو بلدنا، كل حاجة تهون إلا بلدنا. يعني مش هناكل؟ إحنا بناكل. مش هنشرب؟ إحنا بنشرب. كل حاجة ماشية. طب غالية أو بعضها مش متوفر؟ إيه يعني؟ إيه يعني؟ أقول لكم ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخل لها أكل. الإيه؟ الأكل الإيه؟ الأساسيات، شوية قمح أو شوية دقيق وشوية زيت عشان يعملوا لقمة عيش ياكلوها بقى لنا 4 شهور. بالمناسبة غزة كنا بندخل لها قبل كده، مش يعني كان حجم الناقلات اللي بتخش لها كل يوم 600 شاحنة، 600 يوميا. احنا ما وصلناش في أعلى تقدير يمكن من يومين ثلاثة أكتر من 200-220 شاحنة. طب الناس دي عايشة ازاي؟ الناس دي عايشة ازاي؟ بالمناسبة أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن اتقال كلام كتير على أن مصر هي السبب. لا لا، أنا هقول لكم كلمة صعبة قوي. أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب؟ لو أنا السبب في أن أنا ما أدخلش لقمة عيش لأقدر أدخلها لغزة، أروح من ربنا فين؟ لا والله، مصر أعبر رفح مفتوح على مدار ال 24 ساعة في السبعة أيام في الثلاثين يوم. إنما الإجراءات اللي بتتم من الجانب الآخر من إسرائيل عشان نقدر ندخل الحاجة دون أن يتعرض لها أحد هي اللي بتؤدي كده.